من جديد إليك كابتن خالد، الريال يحقق الأهم، الفوز في ملعب ليس سهلا على إطلاق سانت ميميس، ملعب بلباو في إقليم الباسك، لكن بخسارة لميليتاو، قبل ذلك كورتوا يغيب لفترة طويلة، تحدثنا في الأسبوع الماضي كان ضيفي هنا في الاستوديو طلحة، اليوم تزداد خسائر الريال على مستوى الخط الخلفي، يحقق الانتصار في مباراته الأولى في ملعب ليس سهل. نعم، هو تحقيق الانتصار هو الأهم وهو المهم، لكن احنا نعلم انه بعد خروج اللاعب المهاجم في ريال مدريد يسعى الى تجميع الفريق وجلب اكبر عدد من اللاعبين، لكن في المشاكل هاي اللي شفناها بالاصابات، لعنة الاصابات، هو قدم مباراة جميلة جدا، لكن اصابة ميليتاو عوضه بروديجر، ولكن عنده اللاعب المدافع الجيد وابن النادي هو اللاعب ناتشو، لكن ميليتاو لاعب جيد، لاعب مفيد للفريق. هذه لعنة الإصابات تلاحق هذا الفريق، أردا جولير الوافد الجديد، إصابة كورتوا. طب كابتن، أنت لاعب سابق ومدرب حالي، أحيانا يقال بأنه سوء الإعداد البدني يساهم في خلق حالات الإصابات، تكرار حالات الإصابات، مع التسليم بأنه إصابة كورتوا تختلف عن إصابة ميليتاو، لكن دافيدي مساعد أنشيلوتي وهو نجله ولديه طاقم كامل أنشيلوتي، هل هناك شيء اختلف بموضوع الإعداد البدني بالبري سيزن، مرحلة قبل الموسم، ينعكس على اللاعبين في الإصابات؟ يعني بصراحة هذا سؤال خطير أخي معن، يعني لا يسأله شخص عادي ولا إعلامي، يسأله شخص ديبلي في كرة القدم. الإصابات، أنا فايز كأس عالم يا رجل. نعم، أنت فايز كأس عالم. نعم فعلا، الإصابات ممكن هي تكون سوء الإعداد، لكن إحنا لما نلاحظ إصابات عضلية وكثيرة مع اللاعبين، لما نشوف أكثر من 4-5 لاعبين يكون في مشكلة هون بالإعداد، لكن لما يكون إصابة قطع رباط صليبي هاي أكيد من اللاعب أو هي نصيب الإصابة، لكن الإصابات العضلية مش موجودة في نادي زي ريال مدريد بصراحة. يعني سوء الإعداد هذا بعيد عن الأندية الخمس الأوروبية الكبار أو البطولات الأوروبية الكبيرة، لكن إحنا بنحكي عن سلوك اللاعب. ممكن سلوك اللاعب في أثناء التدريبات هو يعمل شيء وجهد أكبر، لكن خارج الملعب ممكن هو يكون سلوك سيء للاعب، ولعنة الإصابات هاي تلاحق أي لاعب، أي لاعب معرض، أي نادي معرض للإصابات، وشفنا ريال مدريد في سنة من السنوات كان عنده تقريبا 6-7 إصابات وأحرز لقب الدوري ودوري الأبطال، لكن قدم مباراة جميلة جدا، اللاعب بيلينغهام قدم نفسه. طبعا على ذكر المباراة دعنا نتابع الأهداف وأسمع تعقيب منك. نعم، كابتن خالد. نعم، رودري يرسلها إلى كرفخال الذي لا يزال يخترق بالرغم من تقدم. نعم، العمر. نعم نعم، رودري قدم مباراة جميلة، وكرفخال كان من اللاعبين المميزين، شفنا الظهير اليمين والظهير الأيسر قدم مباراة، الوافد الجديد هو غارسيا قدم مباراة جميلة. زاوية الحارس. نعم، الحارس يعني يسأل عن هذا الهدف وتباطؤ اللاعبين في إخراج الكرة، شفنا 4-5 لاعبين في المناطق هاي المدافعين، ولكن الحارس الهدف على زاويته. رودريجو لاعب جيد، شفنا لما يذهب إلى الأمام يقدم نفسه بشكل جميل، لكن ذهابه من الخلف من اليمين بيكون أكثر فاعلية، لكن شفناه هو وفينيسيوس ليست بحالتهم الطبيعية المعتادين عليها لما يلعبوا على أطراف. الهدف الثاني كرة موقف ثابت. نعم، موقف ثابت، بيلينغهام بطريقة رائعة وسجل أهداف جميلة من قبل مع نادي ريال مدريد، وتشعر أنه هذا اللاعب كما ذكرنا أنه من سنوات ولاعب بعمر 20 ويقدم نفسه بشكل جميل جدا. فوز مهم جدا لريال مدريد في البدايات، لكن مشكلة الإصابات أكيد هي مشكلة كبيرة جدا ستواجه ريال مدريد. نعم، إليك طلحة، تابعنا فوز الريال، ماذا عن برشلونة الذي أخفق في تحقيق الفوز، طرد المدرب وطرد اللاعب أيضا رافينيا وتشافي هرنانديز، وتتواصل عقدة ختافي يا طلحة على برشلونة حامل اللقب. ختافي بشكل عقدة من فترة قبل وصول باردولاس، ولكن بعد وصول باردولاس هذا المدرب بصراحة يلعب بفكر ويتبنى أفكار وكأنها خصصت أصلا قبل، يعني قبل هاي المواجهة، نقول أن هذه الأفكار التي يمتلكها هذا المدرب وكأنها خصصت إلى مدرب يمتلك أفكار تشافي، يعني هو أفكاره مضادة جدا لتشافي، تأمين دفاعي، تأمين إغلاق العمق تماما مع شراسة هجومية وسرعة بالهجم المرتد، فريق لا يكتفي فقط بالجلوس في داخل ما ولا يفكر بتسجيل أهداف، أيضا هو فريق سريع بالانتقال. على الناحية الأخرى واجه برشلونة عدة مشاكل، أولا العمق كان مغلق من ختافي، وكان في إصرار ولب الموضوع عن تشافي هرنانديز بوجود دي يونغ مع بيدري مع غاندوغان مع روميو، هو العمق كان مغلق مع عدم وجود أطراف. في مثل هذا النوع من المباريات أسعى الفريق دائما إلى توسيع عرض الملعب بشكل أكبر، رافينيا كان يلعب لم يلعب بشكله الطبيعي كجناح قرب الخط
لعب أقرب إلى ليفا، وبالتالي الجهة اليمين ترك فيها أراوخو، وأراوخو هو بالأصل لاعب قلب دفاع، حصل عندنا تبادل بالمراكز بين كوندي وأراوخو. إذن الجهة اليمين من الناحية الهجومية لم تعمل، الاعتماد على الجهة اليسرى تحتاج إلى بالدي لوحده، ولكن بالدي أن يكون في أفضل حالاته، يكون معك في المباراة بكل شيء. بالدي كان بعيد عن مستواه، إما بطء بالوصول إلى الكرة أو تسرع بالتصرف بالكرة. إصابة أو خلينا نحكي طرد رافيني عقد من الأمور أكثر وأكثر في مباراة كانت خشنة جدا، اعتمد ختافي على أسلوب خشن، اعتمد على الضرب من دون كرة بشكل كبير جدا. المباراة خرجت عن مسارها الصحيح أو مسارها بصراحة بما يخص أخلاقيات كرة القدم لأكثر من مرة. طرد رافينيا زاد الطين بلة مثل ما بنقول. في الشوط الثاني وعلى الرغم من اللعب بعشر لاعبين في برشلونة، برشلونة تحسن مستوى أكثر من خلال تبديل أجراء المدرب تشافي، أشرك عبد الصمد الزلزولي على الجهة اليسار. أي نعم الجماهير لم ترضى على الأداء المتسرع الذي قدمه الزلزولي، ولكن في النهاية اللاعب حرك الأطراف أكثر مع دخول لامين يامال على الجهة اليمين، أصبح برشلونة أخطر أفضل الشوط الثاني، ولكن كل ذلك لم يسعف برشلونة من تسجيل الهدف. ليفا لم يكن بالأجواء، ليفا لم يكن ليفا الذي نعرفه. هاي كلها عبارة عن بداية بالنسبة لبرشلونة أمام منافس صلب وشرس، وكلنا نعرف بردولاس الفريق كان مرشح أو الفريق كان مهدد بالهبوط وكان ينافس لآخر رمق، جاء قبل 4 جولات أعتقد من نهاية الموسم وأنقذ الفريق من الهبوط، لأنه أصلا هذا كان مطلب بالنسبة لللاعبين. وإذا بتسمح لي فقط، إدارة ختافي الموسم الماضي تعاقدت مع مدرب آخر بدأت محادثات مع مدرب آخر، اللاعبين أضربوا داخل غرفة الملابس قالوا نحتاج بردولاس يجي ينقذنا، وجاء وأنقذهم. يعني اللاعبون يعرفون ماذا يريدون من هذا الرجل. إليك يا محمد حلمي راشد، برشلونة يعلن أن ديكو سيكون المدير الرياضي عند نهاية الميركاتو برحيل المدير الرياضي الحالي ألماني. إلى أي مدى تعتقد أن ابن النادي السابق ديكو، لمن لا يعلم اللاعب البرتغالي ذو الأصول البرازيلية، لعب في تشيلسي ووصل بعدها إلى برشلونة وقدم كرة جميلة مع فرانك رايكارد المدرب الهولندي، إلى أي مدى تعتقد أن ديكو بجوار زميله تشافي المدرب يمكن لهذا الثنائي أن يعمل على حل حالة أمور برشلونة الضائقة المالية الكبيرة من أجل أن يحسن بنوعية تعاقدات الفريق الكتالوني؟ واضح أن هناك تصادم ما بين لابورتو وألماني، يعني هناك تصادم بفكرة كيفية إدارة، ليس الموسم، كيفية إدارة هذا المشروع. هل نحن نريد أن نخرج من المشاكل المالية وبعد ذلك نقوم بصناعة فريق على أرض الملعب والتطور فنيا بشكل بطيء أو تدريجي، أو أننا نقوم لا بقفزة سريعة؟ وهذا الشيء يريده لابورتا ولا يريده ألماني. الآن ديكو هو موافق على هذه الأمور، ديكو يرى أن فكرة لابورتا نستطيع تطبيقها على النادي وعلى أرض الملعب بالتعاون مع تشافي. هناك تشافي لا يريد تصادم مع أي شخص، مع ديكو مع لابورتا، هو يريد الإدارة على أرض الملعب، الإدارة الفنية، ولا يريد أن يتشعب، إن هذا سينسف المشروع الكروي الذي بدأه مع نادي برشلونة. بالتالي الآن ديكو هل يمتلك خبرة ألماني في موضوع الثغرات المالية وإدارة الميركاتو؟ بكل تأكيد لا، لكنه لديه علاقات مميزة جدا مع وكلاء اللاعبين، لديه علاقات عامة بشكل عام، ويمتلك مساحة داخل سوق الانتقالات، وبالتالي يساعد ذلك على حسم صفقات، وهذا الشيء لم ينجح فيها ألماني. ألماني بموضوع حسم الصفقات كان حذر جدا، كان يريد أن تكون الصفقة دون أي أضرار مالية، ولا يريد دخول موضوع اللعب المالي النظيف وتمديد أو وضع الصفقة، قيمة الصفقة على حساب السنوات. فهذه نقطة مهمة جدا يفعلها أندية البريمير ليج، هو لا يريد ذلك، ويريد الأمور أن تكون مضمونة بشكل أكبر مما يعمل عليه لابورتا. فبالتالي الأفكار الآن متشابهة ما بين لابورتا وديكو، وهذا ما سنراه في الأوقات القادمة وفي كيفية إدارة ما هو قادم من الصفقات. لكن بشكل عام يعني لن يكون هناك تغيير، لأنه كل شيء يصب الآن عند تشافي وإدارته على أرض الملعب. المرحلة بشكل عام تتطلب حلول خلاقة، سواء كان من ديكو، من ألماني، من غيرهما، من أجل أن يخرج ببرشلونة من هذا المأزق المالي الصعب. على أي حال مستمرون معكم وتتابعون بعد فاصل أخير.